ما بقدر صنفها قبل ما يعني يلقى القبض على الجاني أو الجنات، بالتالي قد تكون جريمة شرف، قد تكون جريمة ثأر، قد تكون، ولكن في عدد كبير من الضحايا راحوا أبرياء تماما في كل هذا الأمر. صرت عايد يا كريم يا كريم، ما ردش علي، قلت له شو بك يا عبد عايد؟ يتسطح الكنبية هم غرب القعود، طلعت على الكنبية ما في حالة، كممته وحطت على التلفزيون. شو بدي اعمل؟